ماشي، انت احنا دلوقتي خارجين، انت اللي هتدفع ولا انا؟ انا عموما اذا بنت بتطلع معي مو حلوه انه دفع مصاري، مو ظابطه. ايوه صح، انا شايفه كده بصراحه. ايه بس اذا ما كان معي مصاري بقول عادي، ممكن مره انا هي مره مصاري. طب نازل ليه ما دام انت معكش مصاري؟ يعني ما فيني كل مره تدفعي انت مثلا مره مثلا، او نتقاسم، او تدفعي وبرجع لك اياهم مثلا اللي بدك. طيب خلاص اوكي، يعني اتفقنا. بسيطه، ما هلا حنختلف على مصاري. انا اخر اهتمامي هي الفلوس. باين بقى، مو شرط. ايوه حلفي. مش باين عليا، مش شايف الكوينز اللي في عيني. يعني الشقه مثلا على مين؟ عليك. ايه لا معلش، ده مش اتفاق خالص. هي عليك طبعا، مش هم عندكم في سوريا بتعملوا كده؟